تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة اليوم جانبا من الاحتفال الوطني الكبير الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى 16 للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أقيم في جامعة البحرين. فلدى وصول جلالة الملك المفدى إلى جامعة البحرين كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث قوبل جلالته بالترحيب والهتاف من قبل أبنائه الطلبة المشاركين في الاحتفال من مختلف المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن العديد من منتسبي الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات ومنتسبي جامعة البحرين. كما تشرفت الطفلة مريم التميمي بالسلام على جلالته، وذلك تحقيقا لأمنيتها بأن تحظى بالسلام على جلالته. وبهذه المناسبة أعرب جلالته عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين في هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي نظمت بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، تعبيرا عن مدى حبهم وانتمائهم وولائهم لوطنهم، وهو أمر ليس بغريب على شعبنا الوفي. بصوت أعلى، عاش عاش أبو سلمان، عاش قائدنا حمد، عاش الملك عاش الملك، عاش الملك عاش الملك، عاش الملك عاش الملك. أصحاب السمو، حضورنا الكرام، نرحب فيكم اليوم في حفلنا بذكرى ميثاقنا الوطني. طويل العمر طويل العمر، احنا ما بيننا وبينك أسرار. اليوم كنت قاعدة مع سعادة وزير التربية الدكتور ماجد، كنا نرتب حق برنامج اليوم والحفل. اسمح لي دكتور بسرق منك جملة قلتها أعتز فيها وحبيتها وحبيت أشاركك فيها. جلالة الملك قال: جلالة الملك رغم انشغالاته إلا ما ينشغل عنا، وإحنا نفتخر بهذا الشيء. اعذرني دكتور سرقتها منك. طويل العمر، نبارك لك في البداية باسم الوزارة وباسم جميع أهل البحرين بالنتائج المشرفة اللي حصلوها طلابنا في اختبارات تيمز، والنتائج المبهرة اللي شكلت نسبتها 45% من نسبة التطور، وتحقيق أبنائنا حق المركز الأول على دول العالم في استراتيجية تيمز. أشكرك من كل قلبي.
أشكرك من كل قلبي كولية أمر وكمنتسبة حق وزارة التربية والتعليم، وكذلك المشروع الرائد والنادر على مستوى العالم وهو مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وإحنا راح نحتفل بإذن الله الأسبوع القادم في اليونسكو بتسليم جائزتك. حفظكم الله ورعاكم. طول العمر نبي كل الناس تعرف أن ديرتكم يا حمد غير. أبي أسمع صوت القاعة وبصوت واحد ترحب وتقول حمد رمز البلد، حمد رمز البلد، عاش عاش بو سلمان. نردد في يوم ميثاقنا، ميثاقك يا حمد غالي، ميثاقك يا حمد غالي. من يومين بدأت وزارة التربية والتعليم في مدارسها بالاحتفال بهذا اليوم، وما زال الاحتفال مستمر، وهذا اليوم أكبر دليل على احتفالنا. راح نبدأ طويل العمر وحضورنا الكرام الحفل اليوم بتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا الطالب ناصر عيسى من المعهد الديني الابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اليوم احنا هني نجتمع كلنا عشان نحتفل بذكرى 16 عام لميثاق العمل الوطني، ونحتفل بملكنا اللي وضع هالميثاق وأسس مملكة حديثة نعيش فيها بحب وسلام وأمان. وبهذه المناسبة نهدي أبونا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الله يحفظه ويرعاه ويخليه لنا ذخر وعز وسند. هذا الاحتفال تقديرا لجلالته ومحبة له، ونقدم مقطوعات موسيقية لفرقة الأوركسترا الطلابية، وبعدها أبريت غنائي بعنوان ميثاق الخير. نتمنى يا ملكنا الغالي ينال الحفل رضاكم وإعجابكم. Thank you.
الجلالة. أبا سلمان يا غيث البلاد وتاج العز والشرف التلادي، خططت لشعبكم ميثاق حب ويوما للتآخي والرشاد، وللوطن الحبيب رسمت دربا يجمعنا على حمل الاتحاد. حللت من القلوب بكل فخر محل الود من شغف الفؤاد، فأنت البيرق العالي وإنا بنو الميثاق من فكر السداد، وللأجيال ملهمهم بود تقاصر عن مرامه كل شادي. رفضت العلم في البحرين طودا، وتحمي النشأ من غير الفساد، وتلبس شعبكم بالعلم تاجا فيصدح للعلا في كل نادي. مجيئكم نسيم الحب فينا يهم بنا بأنغام الوداد، وإنا شعبكم وحصاد جهد وأغنية لكم في كل وادي، وأغنية لكم في كل وادي. أسلم عليك في الهات سيد ناصر وشيخ ميثاق، وحدنا طوايف مع عراق خلف المليك اللي يدور سعدنا. حبك كبير يسكن قلوب وحداك، يا فخرنا يا عزنا يا حمدنا، جيت بعهد زاهر ومشروع خلاق، يا ما حصدنا من عطاه وحصدنا، دايم بفعل الخير نلقاك سباك لك بالولا، دايم نجدد عهدنا. تواضعك على بقدرك للافاك، أعطاك هيبة مثلها ما وجدنا، أصبحت بالأخلاق قدوة للأخلاق، يشهد لك العالم حنا لك شهدنا. أصبحت بالأخلاق قدوة للأخلاق، يشهد لك العالم وحنا لك شهدنا. ندعي لرب الكون قسام الأرزاق إنه يصونك للوطن يا سندنا، وياك جينا نحتفي بخير ميثاق فيه انتصار لشعبنا ولبلدنا، وياك جينا نحتفي بخير ميثاق فيه انتصار لشعبنا ولبلدنا. وخلال هذا الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 من فبراير من كل عام، تشرف عدد من طلبة وطالبات وزارة التربية والتعليم بإهداء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى كتابا من تأليفهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. طويل العمر، طلابنا ألقوا قصائد في محبتك ضمن مسابقة عملتها الوزارة لأنشطة المواطنة، والآن نتشرف بإهدائك هذا الكتاب الذي كتب بأسلوب بسيط ولكن يحمل الكثير من المشاعر. أبريت يعبر عن الحب والولاء في احتفالنا اليوم بميثاق العمل الوطني. اللوحة الأولى طويل العمر راح تكون من كلمات الأستاذ إبراهيم الأنصاري
وألحان الأستاذ جاسم الحربان وغناء الفنانة دنيا بطمة. اللوحة الثانية راح تكون من كلمات الأستاذ حسن كمال وغناء الفنان محمد الكعبي وألحان الأستاذ جاسم الحربان. اللوحة الثالثة والأخيرة راح تكون من كلمات وألحان الأستاذ جاسم الحربان وغناء الفنانة دنيا بطمة. عاش عاش بو سلمان، عاش عاش بو سلمان، عاش الملك عاش الملك. والآن نترككم مع الأبريت. يا لا لا لبيك يا بحرين يا فرحة الروح يا بهجة للعين لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين يا فرحة الروح يا بهجة للعين لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين وقد أشاد جلالته بما تضمنه الاحتفال من مضامين وطنية أصيلة تعكس حجم الجهود التي تبذلها مؤسساتنا التربوية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال وتأصيل مفاهيم المواطنة فكرا وتطبيقا. وبهذه المناسبة عبر سعادة وزير التربية والتعليم عن عظيم شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله على تفضل جلالته بتشريف هذا الاحتفال الذي أقامته الوزارة احتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني تعبيرا من منتسبي الوزارة وبخاصة الأبناء الطلبة من مختلف المراحل الدراسية عن مشاعر الولاء للوطن والوفاء للقيادة الحكيمة، وتأكيدا لامتنان الجميع بما حظي به قطاع التربية والتعليم، ولا يزال من اهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى ما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بالمسيرة التعليمية. أضاف الوزير إن الإنجازات التي حققتها المسيرة التعليمية في العهد الزاهر للعاهل المفدى تشهد لها التقارير والإحصاءات الدولية كتقرير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو ونتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم تيمز، مؤكدا أن الوزارة ماضية في جهودها للارتقاء بالخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة بجميع مراحلهم الدراسية بفضل الدعم الذي تحظى به من قيادة بلدنا العزيز.
وجه السماء.